بعمل بقى دلوقتي خضار سوتيه. نقول على المكونات: بطاطس، جزر، كوسه، بروكلي، بسله، فاصوليا، زبده وزعتر وتوم وليمون، وهيبقى فيه طبعا زيت. طيب في حاجات مهمه قوي في خضار السوتيه زي ايه؟ لو انا جيت اساوي خضار السوتيه دلوقتي كله مع بعضه، البطاطس هتعمل مشكله. يعني هي هتعمل مشكله، عمرها ما هتستوي في نفس الوقت. ففي مكونات زي البطاطس والجزر والفلفل الالوان، المكونات اللي هي بتبقى اقوى شويه، دول بيبقى محتاجين ان هم يتسلقوا، نقدر نقول سلقه كامله، يعني مش ثلاث ارباع سلقه، لا هنسلقهم سلقه كامله علشان نبقى مطمنين ان هم استووا. الجزر والبطاطس والفلفل دول بيحتاجوا يبقوا مسلوقين. الكوسه بقى والفاصوليا والبروكلي والمكونات التانيه او الخضار التاني اللي ما هواش قوامه قوي، ده ما بنحتاجش ان احنا نسلقه. وطبعا الموضوع سهل وبسيط قوي. خضار اتقطع، الزبده راجعه لحضراتكم الكميه اللي انتوا عايزينها. انا هحط الخضار ده، هنحط دول معلقتين يعني حوالي 40 جرام. نشيل بقى الزياده. نقدر نحط، خلي بال حركه، انا مش بشوح، مش بحمره، اسف، انا بس بديله لسعه مع الزيت والزبده، وبعد كده بطفيهم بالليمون والثوم. الاول بحط الثوم وبعدين بطفيهم بالليمون ومعهم الزعتر عشان يبقى الطعم مظبوط. والبروكلي هاخد معلقه ثوم، اوسع كده شويه، معلقه ثوم، نشيل كل الكلام ده. ونشوف بقى ايه اللي ما وصل، الخضار اللي ما وصلوش زيت وزبده، نتاكد انه وصل له. والبطاطس تتقل بسرعه قبل ما تتحمر. طبعا ده مش اكل دايت خالص، ده كله زبده وزيت. لو عايزين نخليه سوتيه بس، يبقى نسلق كل حاجه تمام، واحنا بنسلقه نحط معاهم في ميه السلق زعتر وتوم، وبعد ما يطلع من على النار نحط عليهم شويه الليمون، او بعد ما يطلع من السلق تحط عليه شويه الليمون والملح، ويبقى كده تمام. لكن اللي انا بعمله ده مش دايت خالص. الكوسه هنتقلب كده. طبعا كل ما الخضار يكون ني اكتر، كل ما تكون فايدته اكتر. نحط شويه زعتر كويسين كده. شويه ملح برده كويسين. مش هحط فلفل اسود بقى خلاص. هستنى بس عليه لما اسمع صوته اكتر من كده وابتدي اشم ريحه الثوم، ساعتها اقدر ان انا يعني هو كده خلاص التوم ريحته طلعت كده، ممكن اقدر اطلع الخضار. عايزين طبق كبير. ده كويس، ده كويس. حط فيها زي ما اتحركوا بالليمون كده. نقلب كويس لحد لما بقى الليمون يلف في كل الطبق، وبعدين نطلعهم. دي كويسه. زي ما هو بقى كده كل طبق مره واحده. يعني هو كان المفروض يتحط جنب السمكه، بس عشان عملنا طبقين يبقى خلي كل طبق واضح لوحده. وزي ما اتحركوا، انا مش عامل اكل دايت، فكل الزبده والزيت هتنزل في نفس الطبق اللي هيتاكل. زود عليها شويه من الزعتر. في ليمون، في ليمون، للي عاوز يزود ليمون بقى يزود شويه من الليمون.